السلام عليكم. بعض المشايخ والإخوة كتبوا منشورات على مواقع التواصل ونشروا فتاوى بتحريم الدعاء بالرحمة للكافر الميت، واستدلوا ببعض الآيات والأحاديث. فطلع الشيخ بسام جرار عمل حلقة مدتها ساعة ونص يرد فيها على كل الأدلة دي عشان يثبت لهم إنهم غلط، وعمل حلقة تانية ساعتين يرد فيها عليا شخصيا. لكن سبحان الله، الراجل وقع في أخطاء وتناقضات شنيعة خلته يقيم الحجة على نفسه. في الحلقة دي هنجيب المصادر والأصول اللي بيعتمدها الشيخ بسام جرار نفسه وهنرد عليه بيها. مش هجيب كلام قديم، هجيب كلامه من نفس المحاضرتين وهو هيرد على نفسه، وهسيب الحكم ليكم. اللي بيتفرج على الحلقة النهاردة لازم ما يستعجلش، لأنه كل ما هيمشي في الحلقة هيلاقي حاجات ما كانش يتوقعها. وسامحوني ان الحلقة النهاردة طويلة شوية، لان الشيخ بسام ما عجبوش ان ناقشت مسألة كبيرة زي دي في فيديو مدته تلت ساعة بس. الفكرة الرئيسية اللي بيطرحها الشيخ بسام جرار وهو يبيح الترحم على موتى الكفار، ان ممكن الكافر يكون في النار ويرحم. يرحم مثلا بتخفيف العذاب او بالموت او بتوقف الخلود في النار، يعني الكافر يتوقف عذابه ويقعد كده لا في نار ولا في جنة. خلينا نبدأ بموضوع توقف الخلود، وانا زي ما اتفقت معاكم هلزمه بمصادره، مش هجيب مصادر من عندي. تعالوا نسمعه وهو بيتكلم في مسألة توقف خلود الكفار في النار. أنا الآن هون مش عم بقول بتفنى النار ولا بتفناش، أنا بقول إلا ما شاء الله والمشيئة مش متضحة، يعني ما قال إنها تفنى النار، ما أدري، لكن في خلود بتوقف بمشيئة الله. لمين؟ للخالدين. بيقول لكن في خلود بيتوقف. الراجل حب يثبت لطلابه وللناس اللي بتتفرج عليه صحة كلامه، فاستشهد بالفحل المصري. ولذلك لما جبنا في الدرس الماضي، هي لما قلنا انه زهرة التفاسير اللي هو هذا الفحل المصري اللي هو ابو زهرة صاحب كتاب، يعني العلماء الكبار المجتهدين، شو قال؟ قال الا ما شاء الله، فهل هذا الاستثناء يدل على ان النار لها نهاية؟ واستمر في الكلام. بتقول واستمر في الكلام؟ طب ما تكمل يا شيخ بسام كلامه. هكمله انا. يقول أبو زهرة: ونحن نرى أنه، يعني القول بأن النار لها نهاية، قول يناقض الآيات الكثيرة الواردة في خلود الجنة وخلود النار، وأن الحياة الآخرة ليست إلى فناء، وإنما هي دار البقاء، ولا دار بعدها ينتقل إليها الناس. يعني أنت يا شيخ بسام بتنقل كلام هو بيقول أنه غلط. طب لما تحط على لسانه كلام بيقول عكسه وتستشهد به، يبقى ده اسمه إيه يا شيخ بسام؟ اسمع يا شيخ بسام الفحل المصري وهو بيتكلم عن آية إلا ما شاء الله في زهرة التفسير: والذي نراه ما قلناه من قبل، وهو بيان أن العذاب بمشيئته سبحانه، وإنه إن شاء رفعه، ولكن لم يشأ فبقي الخلود على مدلوله. وفي كتاب العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم، أبو زهرة الفحل المصري بيقول عن آية إلا ما شاء ربك: وإذا كان في هذا النص احتمال بعيد، يعني احتمال توقف الخلود، فالنصوص الأخرى قاطعة بالدوام. وفي نفس الكتاب بيقول أبو زهرة إن اللي بيقولوا إن الخلود في النار مش دائم يرددون شواذ الأفكار ليشتهروا بالعلم والتعمق والتجديد. وقال: ومهما يكن سند هذا الرأي فإنا لا نقبله، لأنه يخالف ظاهر القرآن. وبيقول أبو زهرة في زهرة التفسير إن اللي بيقولوا إن الكفار هيعودوا في العذاب بمقدار جرمهم الدنيوي وزمانه عندهم انحراف في الفكر. ده اللي انت قلت عنه يا شيخ الفحل المصري ومن العلماء الكبار المجتهدين، بيقول إنك خالفت ظاهر القرآن والنصوص القاطعة. استشهدت بإيه تاني يا شيخ بسام على إن في خلود بيتوقف؟ بعدين وفحل تونس اللي هو طاهر بن عاشور صاحب التحرير، شو قال؟ إلا وقت مشيئة الله إزالة خلودكم. إذا مشيئة الله بده يزيل خلودكم. ابن عاشور مش موافق على الكلام ده يا شيخ بسام، ده بيقول إن ظاهر الاستثناء إنه استثناء من عموم الأزمنة أو من عموم الخالدين. وبعدها رح قايل: تقرر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن المشركين مخلدون في النار بدون استثناء فريق ولا زمان. ورح مأكدها بعد كم فقرة وقايل: ثم المصير بعد ذلك إلى الأدلة الدالة على أن خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال. فأنت بتستدل بابن عاشور ليه مش فاهم؟ عشان يرد عليك ويقولك إنك بتخالف الكتاب والسنة؟ وعشان تتأكد من رأي ابن عاشور فحل تونس، ابن عاشور بيقول في تفسير آية لابثين فيها أحقابة إن خلود المشركين في النار بلا انتهاء. اسمع كلام الراجل اللي بتستشهد به: وجمعه هنا، يعني ورود أحقابا بصيغة الجمع، وجمعه هنا مراد به الطول العظيم، لأن أكثر استعمال الحقب والأحقاب أن يكون في حيث يراد توالي الأزمان،
ويبين هذا الآيات الأخرى الدالة على خلود المشركين، فجاءت هذه الآية على المعروف الشائع في الكلام كناية به عن الدوام دون انتهاء. يعني الاتنين اللي استدلت بيهم يا شيخ بسام قالوا ان الخلود لا يتوقف، وفحل مصر ابو زهرة قال ان كلامك عن البقاء غير الدائم فكرة يرددها من يرددون شواذ الافكار ليشتهروا بالعلم والتعمق والتجديد، وقال على فكرك انه فكر منحرف. هتقف قدام ربنا ازاي يا شيخ بسام لما يختصمك ابو زهرة وابن عاشور اللي بتوهم الناس انهم بيقولوا كلام هم قالوا عكسه؟ طب انا هنا عندي سؤال، طب الشيخ بسام بينقل غلط، مفيش واحد من اللي قاعدين قرأ لأي حد من الناس دول عشان يقول للشيخ إنك بتنقل غلط؟ الشيخ بسام وهو بيفسر آية من الآيات اللي ذكرها في المحاضرة الأولى لفت نظري إنه قال على التفسير اللي لم يتبناه إنه مقبول، بس طالما في خلاف في التفسير يبقى ما ينفعش تبني عليه حكم شرعي. طبعا محتمل اتنين مقبولات، لكن إيش الأصل؟ طب لما يكون الأمور بهذا الطريقة كيف أنت بتبني حكم شرعي على مثل هذه؟ ما ينفعش نبني حكم شرعي عشان التفسير فيه قولان انت نفسك بتقول عنهم مقبولين، لكن ينفع انك تبني حكم شرعي على تفسير آية إلا ما شاء ربك وتخرج لنا بقول المفسرين اللي بتستشهد بيهم قالوا انه يخالف ظاهر القرآن وقول شاذ. انا بوريكم بس ان مفيش منهجية، القصة قصة اللي تكسب بيه العب بيه. كده خلصنا مسألة توقف الخلود من الناس اللي انت استشهدت بيهم وقلت عليهم فحول. نشوف ايه تاني من الرحمات المزعومة بيجوزها الشيخ بسام. بس الآن راح نفاجئهم، لا ممكن كمان خلاص يباد وبالتالي يرحم، ممكن يباد. أنا عايز أرد على تفسيرك دلوقتي، مش هروح لتفسير أنت لا تعتمده، هروح للتفسير اللي أنت بتكررها في المحاضرتين، ما احنا اتفقنا بنلزمك بمصادرك اللي ترتضيها. ناخد بقى فحل مصر أبو زهرة وقوله تعالى لمن يدخل جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وهذا وصف عميق للذين يخلدون في النار فهم لا يموتون ليستريحوا راحة الموت إذ يفقدون الحس شقاء أو نعيمة ولا يحيون حياة كريمة فيها متعة الأحياء ولكنها عذاب وآلام فهم لا يموتون فيها ولا يحيون إذ هي حياة الألم المرير المستمر الذي لا ينقطع. كده الرحمة الوحيدة اللي بقية لك من رحماتك المزعومة هي تخفيف العذاب، ودي هنتكلم عنها قدام شوية بعد ما نروح لموضوع اللعن. الناس جابوا للشيخ بسام جرار آيات لعن الكافرين وقالوا له إن اللعن هو الطرد من رحمة الله، فده دليل صريح على تحريم الدعاء للكافر بعد موته بالرحمة. فكان رد الشيخ إن اللعن هو الطرد من الخير مش من الرحمة. صحيح إنه اللعن هو الطرد من الرحمة، ما نقعدش نقول الكلام اللي ماشي غلط إنه اللعن هو الطرد من الرحمة، لا هو طرد وإبعاد عن الخير. طيب نسأل الشيخ جبت منين المعنى ده؟ بدي فقط أجيب لهم تعريف اللعن من مقاييس اللغة اللي هو ابن فارس، وابن فارس إيش هو في اللغة؟ من الأئمة. وبدي أجيب لهم تعريف اللسان اللي هو لابن منظور، وهذا ابن منظور إيش؟ أعلم من أعلام اللغة. طيب احنا مشينا مع الشيخ وقلنا له ايه تعريف اللعن من كتاب ابن منظور اللي بتسميه علم من اعلام اللغه؟ طيب نشوف اللسان، لسان العرب ابن منظور، لاحظوا ايش بيقول عن الطرد، اللعن الابعاد والطرد من الخير مش من الرحمه. الشيخ بسام بيقول ان ابن منظور قال الطرد من الخير مش من الرحمه. لا يا شيخ بسام، ابن منظور قال هو الطرد من الرحمه. ليه يا شيخ بسام بتنقل كلام ابن منظور مجتزأ؟ هجيب كلام ابن منظور وبدعو أي حد شايفنا دلوقتي يدخل على لسان العرب يتأكد. ابن منظور بعد ما قال واللعن والإبعاد والطرد من الخير قال بالنص وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته واستحق العذاب فصار هالكا، واللعن التعذيب، ومن أبعده الله لم تلحقه رحمته وخلد في العذاب. ده ابن منظور العلم من أعلام اللغة اللي حضرتك بتستدل بيه علينا وهو بيرد عليك. كده انت مطالب بالاعتذار لابن عاشور وابو زهرة عشان اوهمت الناس انهم مع توقف الخلود، ومطالب بالاعتذار لابن منظور عشان اوهمت الناس انه بيقول ان اللعن هو الطرد من الخير مش من الرحمة. مش من الرحمة. ثانيا هنفترض يا شيخ بسام فرضا ان اللعن هو الطرد من الخير زي ما قلت، هو الخير ده مش اعم من الرحمة؟ طيب يبقى المطرود من الخير مطرود من الرحمة. مش انت قلت ان الرحمة اعم من المغفرة وعشان كده منع المغفرة لا يفيد منع الرحمة الاوسع؟ طيب عندنا نص صريح في ان الكافر مطرود من الخير حسب كلامك، والخير اعم من الرحمة، يبقى الكافر مطرود من الرحمة. اسمع كلامك اللي انت بتقول فيه ان تحريم الاشمل يفيد تحريم الاقل. لو حرم الاشمل لدخلت فيه
بالأقل. آه. ثالثا هنفترض يا شيخ بسام وده مش صح زي ما أثبتنا، هنفترض إن ابن منظور قال إن اللعن مش الطرد من الرحمة. أي طالب علم يا شيخ بسام عارف إن في فرق بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية. عشان كده يا شيخ بسام هتلاقي في أي كتاب فقه إن الصلاة لغة هي الدعاء، أما الصلاة اصطلاحا وشرعا فهي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لما حد بيسألك هل الصلاة يا شيخ بسام بلا ركوع حرام؟ هل بتروح تجيب له المعنى اللغوي إن الصلاة هي الدعاء وبناء عليه بتفتيه إن مش لازم الركوع للصلاة؟ الصيام في اللغة يعني الإمساك، مطلق الإمساك حتى لو عن الكلام، وفي شرعنا هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. لما بنسأل كمسلمين عن حكم من أحكام الصيام، أنا وإنت والناس كلها عارفين إن المقصود هو الصيام المعروف. ينفع تجيب لي معنى الصيام في اللغة؟ والإيمان هو التصديق في اللغة. إبليس بهذا المعنى مصدق، يعني بالمعنى اللغوي هو مؤمن، لكن بالمعنى الشرعي هو كافر. كذلك اللعن أصله في اللغة هو الطرد، لكن لما بنتكلم عن إن ربنا بيلعن كفار فإحنا بنتكلم عن معنى شرعي وهو الطرد من رحمة الله، زي ما هثبت لك بالدليل ومن كلام المفسرين اللي بتستشهد بيهم. طبعا دي مشكلة منهجية، أي حد متخصص سمع اللي عمله الشيخ بسام جرار في تحرير معنى اللعن عارف مدى العوار المنهجي. مفيش حد بيفسر كتاب ربنا بالطريقة دي، لو فهم القرآن بإننا نفتح المعاجم وبس يبقى المفسرين كانوا بيعملوا إيه؟ لكن الشيخ بسام نفسه كان زمان بيقول إن اللعن هو الطرد من رحمة الله. تعالوا نسأله غير رأيه ليه؟ هو أنا كنت زمان في الدروس زمان كنت أقول لما بدي أبسط المعنى للناس شو أقول لهم؟ اللعن الطرد من الرحمة. من مين ماخذها أنا؟ من تسامح بعض المفسرين. تسامح بعض المفسرين. طبعا أول ما تسمعوا كلمة بعض وتشوفوا حركة إيده تحسوا إن اللي قالوا اللعن هو الطرد من رحمة الله دول قلة كده لا يعتد بها. عارفين بعض المفسرين دول مين؟ شيخ المفسرين الطبري والقرطبي وابن كثير والبغوي وابن عطية وأبو السعود والبقاعي والآلوسي والشوكاني والثعلبي والسمرقندي والخازن والتستري والنسفي ومكي بن أبي طالب والسمعاني والبيضاوي وابن عاشور والقاسمي. دول يتقال عليهم بعض وانت بتعمل بإيدك كده؟ اصبروا وهعرض لكم أقوال كل المفسرين الكبار تقريبا في 3 آيات فيها لعن للكافرين عشان تشوفوا دول يتقال عليهم بعض المفسرين ولا لأ. الشيخ بسام جرار حاول يطمن المشاهدين انه بيجيب من التفاسير. طيب شوفوا الآن شو قال زهرة التفاسير. ما هو ليش أنا بدي أجيب الآن التفاسير؟ ما يظنوش انه كله على عاتق الشيخ أنا يعني. جميل، نجيب التفاسير اللي انت استشهدت بيها واللي ما استشهدتش بيها ونسيب الحكم للناس. نسمع أول آية بصوت الشيخ بسام وتفسيره للآية. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. وقلنا شو معنات اللعنة؟ طرد من الخير. ودلوقتي نعرض أقوال المفسرين. وقف الفيديو ثواني عشان تعرف تقرأ. طب ما جايز الشيخ يقولك أنا مش عجباني التفسير دي، ما تيجوا نشوف إيه التفسير اللي هو بياخد منها. أول تفسير تفسير أبو زهرة اللي بيقول عنه فحل مصر. أولا بدي أجيب 2 فطر من الفحول، في فحلين، فحل الأول فحل مصر اللي هو أبو زهرة رحمه الله، هذا كان على مستوى الاجتهاد. يقول فحل مصر أبو زهرة في تفسير الآية ولعنة الله تعالى إبعادهم من رحمته، ويقول ولعنة الملائكة تعذيبهم لهم بأمر الله تعالى وإبعادهم عن رحمته. وللأمانة العلمية فأبو زهرة في موضع تاني من كتابه قال اللعن بمعنى الغضب، لكنه يكون بمعنى الطرد من رحمة الله لو اقترن بالغضب. يعني حسب كلام أبو زهرة إن الكفار مطرودون من رحمة الله في كل الأحوال، لأن ربنا قرن الغضب باللعن في وعيد المنافقين والمشركين لما قال في آية الفتح وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. طيب نشوف تفسير تاني من التفسير اللي ذكرها الشيخ بسام جرار أكتر من مرة. لاحظوا شو بقول صاحب المنار، لاحظوا شو بقول صاحب المنار. قال محمد رشيد رضا صاحب المنار في تفسير إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله لأن اللعنة صبت عليهم باستحقاق عند جميع من يعقل ويعلم، ومن حرمه سوء سعيه من رحمة الرؤوف الرحيم فماذا يرجو من سواه. اللعن هو الحرمان من رحمة الرؤوف الرحيم يا شيخ بسام. نشوف بقى تفسير المنار اللي بتستشهد بيه وهو بيجمع بين المعنى اللغوي والشرعي عشان نتعلم كلنا. يقول صاحب المنار وهو أن اللعن بمعنى الطرد
فيصح أن يكون الخلود فيه عبارة عن دوامه هو، أي هم مطرودون من رحمة الله تعالى طردا دائما لا يرجى لهم أن يسلموا منه. مش عايز تستدل بالطبري، أدينا بنلزمك بصاحب المنار اللي ارتضيته وبأبو زهرة اللي سميته فحل مصر ونقلت عنه. نروح لآية تانية في موضوع لعن الكفار. قال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة أقوال المفسرين في معنى كلمة ولعنهم. برضو جايز كل دول مش عاجبين الشيخ بسام، هنجيب له كلام ابن عاشور، بس الأول نسمع كلامه تاني في ابن عاشور. الطاهر ابن عاشور في حل تونس اللي بيقولوا لما بدهم يعرفوا تونس بيقولوا من كثر ما هو مشهور بيقولوا بلد الطاهر ابن عاشور. قال الفحل الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية: واللعن الإبعاد عن الرحمة والتحقير والغضب. ابن عاشور اللي انت ارتضيته اهو، هتاخد بكلامه؟ المشكلة انك بتخالف كل الناس اللي بتستشهد بيهم واللي مش بتستشهد بيهم، الطبري والقرطبي وفحل مصر وفحل تونس ومحمد رشيد رضا، وهي دي اللعبة. افتحوا اي كتاب من اللي بيستشهد بيهم بسام جرار وقروه على بعضه، هتلاقوا كل الكتب مجمعة ان الكفار مطرودون من رحمة الله ولا يجوز الترحم عليهم. بس هنا في ملحوظة مهمة ما تنفعش تعدي، اما انك يا شيخ بسام جرار لم تطلع على تفسير اهل العلم وجاي تتكلم بطريقة المطلع القارئ، واما انك اطلعت وعرفت واخفيت اقوالهم. نروح لآية ثالثة في لعن الكافرين. قال تعالى: ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا. ونعرض كالعادة أقوال المفسرين، ما تنسوش توقفوا الفيديو عشان تقرأوا. كل دول مفسرين ما بيفهموش؟ يعني هل بسام جرار عايزنا نحرق كتب المفسرين باعتبار انهم طلعوا مش عارفين معنى اللعن وضللوا الأمة وعندنا المعاجم نفسر بها القرآن وتبقى خلصت كده؟ ويا ريتك حتى لما فتحت المعجم كنت أمين في النقل، ده ابن منظور قال عكس كلامك. بس الشيخ بسام مصر ان بنكر اللغة عشان بقول ان المعذب لا يسمى مرحوما، لأن النصوص الشرعية بتقول إما عذاب وإما رحمة. هم على فكرة هيك بيصيروا يتحكموا، هكذا بينكروا اللغة. طب أنا هجيب لك فحل تونس اللي بتحبه يا مولانا، لأنه طلع هو كمان بينكر اللغة، تخيل. قال فحل تونس ابن عاشور: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. بيان لما في قوله: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإنما عطف لما فيه من زيادة الإخبار بأنهم لا ينالهم الله برحمة وأنه يصيبهم بعذاب أليم. تاني كده، الإخبار بأنهم لا ينالهم الله برحمة نكرة، مش لا ينالهم الله بالرحمة، مفيش أي رحمة هينالوها. الظاهر ابن عاشور طلع بينكر اللغة زيه. مؤسف قوي الكلام اللي جاي ده. أنا أرجوكم حتى لما بتدرسوا الناس ما نقعدش نقول الكلام اللي ماشي غلط، إنه اللعن هو الطرد من الرحمة، لا هو طرد وإبعاد عن الخير. يعني مش مكتفي إنه بيفسر معنى اللعن في القرآن غلط، لا ده بيعلم الطلاب بتوعه يضلوا الناس وبينفرهم من كبار المفسرين، بيقول لهم الكلام اللي ماشي غلط. إيه الجرأة دي؟ الكلام اللي ماشي غلط ده هو كلام حوالي 20 مفسر فيهم أصحاب أشهر وأصح كتب التفسير في تاريخ الأمة. والعجيب انه مش بس اخفى اقوال المفسرين عن طلبة العلم اللي قاعدين، ده كمان اللي قاعدين مفيش ولا واحد فيهم وقفه وقال له انت اخطأت في نقل كذا يا شيخ. مفيش واحد من اللي قاعدين فتح كتاب تفسير. ده الطبري والقرطبي وابن كثير لو عايشين وشافوا اللي بيحصل ده كانوا ممكن يبكوا من الحسرة على ضياع العلم. الشيخ بقى في المحاضرة التانية رد علي رد غريب جدا ما تخيلتش انه يطلع منه. قال لي: في مسلمين ملعونين، ايه معنى اللعن في الحالة دي؟ زنقني بقى. لعن الله النامصة والمتنمصة. بس هي لا، ما في عندك شارب الخمر وعاصر الخمر وحامل الخمر والمحمولة إله. شو بتقول في المسلمين اللي هو في نصوص صريحة، مش نص واثنين وثلاثة وأربعة كلها صحيحة، إنه هذولا لعنوا؟ هرد عليك بس هبين تناقضك الأول. طب اللعن بتعريفك هو الطرد من الخير، إزاي ربنا ممكن يدخل النامصة وشارب الخمر الجنة؟ ما هو الخير أعم من الجنة. شفت بقى انت متناقض ازاي وهتبوظ حتى تعريفك؟ قلنا لك اللعن له معنى شرعي يتحرر من الكتاب والسنة. نسيبنا بقى من تناقضك ونشرح. لعن ربنا لفساق المسلمين هو ابعادهم عن رحمة تخص اهل الطاعة، وده لان في نصوص قيدت المعنى الشرعي للعن في حق فساق المسلمين. نصوص بينت ان الطرد من الرحمة بخصوص اهل الكبائر من المسلمين ليس على التأبيد. منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم:
أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. والحديث متفق عليه، يعني كل مسلم هيدخل الجنة في النهاية حتى لو اتعذب عذاب شديد وطويل. ولما تضيف كمان الأدلة على أن الله يغفر ما دون الشرك، تعرف أن لعنة الفاسق المسلم تختلف عن لعنة الكافر من وجه تاني، وهو أن حتى المسلم لو فعل ما يستحق عليه اللعن ومات فهو تحت المشيئة، يعني ممكن يغفر له بدون ما يتعاقب أصلا، لأن الله يغفر ما دون الشرك. لكن الكافر لا يغفر له ولا يدخل الجنة، فاللعن بحقه باق على أصله، وهو الطرد، كل الطرد من رحمة الله. يعني باختصار، في نصوص أثبتت للمسلم الفاسق الجنة اللي ربنا سماها رحمته، لكن ما فيش نصوص أثبتت للكفار حاجة من اللي ربنا سماها رحمة في الآخرة. اسمعوا كلام أهل العلم عن معنى لعنة المسلم الفاسق عشان ما تقولوش إني بألف. في شرح النووي على مسلم قالوا والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. وفي تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي اللعنة هي الطرد والإبعاد، ولعن الكافر إبعاده عن الرحمة كل الإبعاد، ولعن الفاسق إبعاده عن رحمة تخص المطيعين. شايفين كلام العلماء في التفريق بين المعنى اللغوي والشرعي؟ إيه يا شيخ بسام؟ هو أنت كنت فاكر أن العلماء اللي قالوا أن لعن الكافر هو الطرد من رحمة الله كل الطرد ما سمعوش عن النصوص في لعن بعض المسلمين؟ قال يعني كانوا مستنين الشيخ بسام يزنقهم ويكشف لهم تناقضهم. كده انتهينا من اعتراض بسام جرار على الاستدلال بآيات اللعن. الموضوع المفروض أصلا هنا ينتهي بمجرد ما أثبت لك أن اللعن هو الطرد من رحمة الله من ابن منظور اللي أنت ارتضيته لتفسير معنى اللعن، لكن لسه في حاجات شبه دي كتير ما ينفعش أسيبها. نروح لاعتراضه على الاستدلال بآية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هو بيقول استدلالنا بالآية مش صح، وإحنا اتفقنا أننا بنلزمه بمصادره. هو استدل بتفسير محمد رشيد رضا على تفسير الآية دي، تعالوا نسمع. لاحظوا شو بيقول صاحب المنار، وهناك رحمة خاصة يوجبها ويكتبها تعالى لبعض المؤمنين المحسنين ويبذل ما شاء منها لمن شاء بغير كتابة منه. محمد رشيد رضا يا شيخ بسام في نفس كتابه تفسير المنار بيقول ولعنهم الله في الدنيا والآخرة بحرمانهم من رحمته الخاصة التي لا يستحقها إلا المؤمنون الصادقون، وبيقول ورضوان الله الأكبر للمؤمنين مقابل للعنة الله للمنافقين والكافرين إذ هي الطرد والحرمان من رحمته الخاصة. فأنت بقى تروح تحل المشكلة دي مع صاحب المنار يا شيخ بسام. طب تاخد المفاجأة دي بقى يا شيخ بسام، صاحب المنار محمد رشيد رضا حرم في تفسيره الدعاء بالمغفرة والرحمة لمن مات على كفره. يعني الراجل جابلك من الآخر وقالك الحلقة بتاعتك كلها غلط. صاحب المنار بعد ما أورد آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين قال والآية نص في تحريم الدعاء لمن مات على كفره بالمغفرة والرحمة. الشيخ بسام جرار ما جابش نص واحد من كتاب أو سنة فيه تسمية تخفيف عذاب الآخرة بالرحمة، ولا جاب حديث واحد فيه دعاء من النبي لميت كافر بالرحمة بعد نزول آية النهي عن الاستغفار بلفظ رحم الله فلانا أو اللهم ارحم فلانا أو رب ارحم فلانا، ولا جاب دعاء من صحابي لميت كافر بالرحمة رغم موت ألوف الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اللي جابه الشيخ بسام إن أبو طالب اتخفف عذابه، جميل. إحنا عايزين تجيب من الكتاب أو السنة ما ينص على تسمية تخفيف العذاب في الآخرة بالرحمة. الدعاء ده عبادة يا ناس، معقول مش قادرين تطلعه من القرآن أو السنة أو حتى أثار الصحابة دعاء بالترحم على ميت كافر واحد، وعمالين تتمسحوا في قصة أبو طالب اللي ما فيهاش كلمة رحم ولا رحمة ولا رحم ولا يرحم. طب الشيخ بسام ما جابش يا عم حسام، أنت بقى جبت إيه؟ أنا جبت لك بس شكلك ما خدتش بالك. هلخص لك اللي قلناه وهضيف دليل جديد هيخضك ويخض الشيخ بسام.
اوعى تزهق وتقفل الحلقة، في مفاجآت. أثبتنا لك إن الكافر مطرود من رحمة الله، وأثبتنا ده من مصادر بسام جرار نفسه. وبما أن الكافر مطرود من رحمة الله وأبو طالب كافر، فأبو طالب لم يرحم، ده منطق. جبنا لك ما يدل على أن الكفار مخلدون في النار بغير انتهاء من التفاسير اللي ارتضاها بسام جرار نفسه. وعندنا حديث متفق عليه بيقول فيه ربنا عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي. مفيش حديث واحد بيصف تخفيف العذاب في الآخرة بالرحمة، ولا بيصف اللي حصل لأبي طالب بالرحمة. القرآن ذكر العذاب في مقابل الرحمة في أكثر من آية، وما ذكرش نوع ثالث: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. لو أنت بتقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وبتتكلم عن أبو طالب وأبو جهل وعن علي بن أبي طالب، هتحط أبو جهل في يعذب من يشاء، وهتحط علي في ويرحم من يشاء، هتحط أبو طالب في أي كلمة من الكلمتين؟ المفسرين فسروا آيات الرحمة في الآخرة بالجنة، وما فسروهاش أبدا بتخفيف العذاب. هات لنا تفسير واحد يا مؤمن يقول إن الرحمة في الآخرة في الآية كذا بمعنى تخفيف العذاب. هات لنا جملة واحدة من كتاب تفسير واحد بس يكون معتبر، أحسن تروح تجيب لي كتاب شحرور. إيه بقى اللي هيخض الشيخ بسام؟ النهي عن الاستغفار لموتى الكفار هو نهي عن الترحم. إيه ده يا عم حسام؟ الرحمة أعم من المغفرة، وده كلام شيخي بسام جرار. وإحنا كمان بنقول إن الرحمة أعم من المغفرة. إحنا بنقول الرحمة أعم من المغفرة، لكن المغفرة شرط لبلوغ الرحمة في الآخرة. قال صالح عليه السلام لقومه الكفار: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اطلبوا المغفرة تنالوا الرحمة. فربنا لما قال إنه مش هيغفر لمن مات على الكفر، سد عليه الطريق إلى الرحمة في الآخرة. تيجي أنت تطلب له الرحمة؟ لذلك الاستدلال بآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين على منع الترحم هو استدلال صحيح تماما. بس بسام جرار شايف إن اللي بيستدلوا بأدلة النهي عن الاستغفار على تحريم الترحم إما ناس بلا عقل أو خائنين لله ولرسوله. هذول اللي ناقشوا إنه ما في فرق بين الاستغفار والاسترحام، هذول الناس اللي ناقشوا واستشهدوا بالآيات الأولى اللي هي إيش؟ ما كان للنبي، والآيات اللي بتحرم يعني الاستغفار وأنه الله لا يغفر. هذا أي واحد فيهم وهو يناقش موضوعنا استشهد بهذه الآيات أنه الله لا يغفر، في الرد علينا أنه ما فيش فرق بين هذا، أنا بقول للناس هذا لا يأخذ عنه علم إطلاقا، حتى كأنه ما بفقهش. وما واحد من ثنين يا بفقهش يا أنه بخون، فيش عقل، أو أنه يخون الله ورسوله. ما فيش حد يا شيخ بسام قال لا فرق بين معنى الترحم والاستغفار. كل اللي ردوا عليك قالوا لك ما فيش فرق في الحكم بين الترحم والاستغفار للكافر الميت، في الحكم مش في المعنى. فإذا كنت شايف إن اللي استدلوا على عدم التفريق في الحكم بأدلة النهي عن الاستغفار لا يؤخذ عنهم علم، وإما ما بيفهموش أو بيخونوا الله ورسوله، فإنت بكده حكمت على علماء الأمة بعدم الأهلية أو بخيانة الله ورسوله. النحاس في الناسخ والمنسوخ والرازي في التفسير الكبير جمعوا أقوال المفسرين في قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحصروا أقوال المفسرين في ثلاث أقوال متفقة كلها على تحريم الترحم على الوالدين إذا ماتا على الكفر، واختلافهم بس كان على الترحم على الوالدين الكافرين في حياتهما. وكلهم استدلوا بأدلة النهي عن الاستغفار على منع الترحم للكافر الميت. هل كده المفسرين ما بيفهموش أو بيخونوا الله ورسوله؟ نقلت لك كلام النحاس وعلمت لك على أدلتهم في منع الترحم، كلها أدلة النهي عن الاستغفار. وعشان ما تقولش إن النحاس بينقل من دماغه، هجيب لك أقوال بالنص في الاستدلال بأدلة النهي عن الاستغفار على تحريم الترحم. عزيزي المشاهد، وانت بتسمع الأسماء الكبيرة اللي أذكرها، تصور إننا لو سمعنا كلام الشيخ بسام فكل دول هيبقوا إما ما عندهمش عقل أو خونة لله والرسول. اسمع قتادة، وده تابع بالمناسبة، يعني بعد الصحابة على طول: لا ينبغي لأحد أن يستغفر لوالديه وهما مشركان، ولا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولكن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة ويصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية نسخت ذلك الحرف.
ويقول ابن رشد في البيان والتحصيل ابن رشد الجد المالكي: فليس تحضير الدعاء للميت الكافر والترحم عليه والاستغفار له لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بالذي يمنع من تعزية ابنه المسلم بمصابه به. ويقول القرطبي في تفسيره: وذكر عن ابن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى قوله أصحاب الجحيم. فإذا كان والد المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به هاهنا إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر، لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة. وقيل ليس هذا موضع نسخ، فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيين كما تقدم، أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك لا رحمة الآخرة. ويقول البغوي في تفسيره: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أراد إذا كانا مسلمين. قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ويقول القصاص في أحكام القرآن: قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيه الأمر بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة إذا كانا مسلمين، لأنه قال في موضع آخر: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فعلمنا أن مراده بالدعاء للوالدين خاص في المؤمنين. وسئل النووي في الفتاوى عن أبوين كافرين ماتا ولا يعلم هل مات على الكفر أم الإسلام، سئل النووي: هل للولد الاستغفار والدعاء لهما بالرحمة؟ قال النووي: لا يجوز أن يدعو لهما بأعيانهما، لأن الأصل بقاؤهما على الكفر، والدعاء بالمغفرة للكافر حرام. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن يستحب أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل مسلم من والديه كلهم، فيدخل فيه كل من أسلم من أبيه وأمه وأجداده وجداته إلى آدم وحواء عليهما السلام. هل كل دول بلا عقل أو خانوا الله ورسوله يا شيخ بسام عشان استدلوا بنصوص في النهي عن الاستغفار على تحريم الترحم؟ دول ناس فهمت الفرق بين المغفرة والرحمة، فعلموا إن النهي عن الاستغفار يفيد النهي عن الترحم، فهموا إن المغفرة شرط لبلوغ الرحمة. طب خد بقى المفاجأة، اسمع فحل تونس ابن عاشور وهو بيتكلم عن آية وقل رب ارحمهما: وحكم هذا الدعاء خاص بالأبوين المؤمنين بأدلة أخرى دلت على التخصيص، كقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. مين تاني بتحبه يا شيخ بسام؟ لاحظوا شو بقول صاحب المنار، لاحظوا شو بقول صاحب المنار. صاحب المنار محمد رشيد رضا هو كمان استدل بآيات النهي عن الاستغفار، بعد ما أورد آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين قال: والآية نص في تحريم الدعاء لمن مات على كفره بالمغفرة والرحمة. ليه بقى كل المفسرين ومنهم فحل تونس وصاحب المنار اللي بتستشهد بيهم اتفقوا على عدم الترحم على الكافر بعد موته؟ وعلى فكرة كل دول عارفين قصة تخفيف العذاب عن أبي طالب، فكر بقى وقول ليه منعوا الترحم. تاني يا شيخ بسام، هل دول خانوا الله ورسوله أو بلا عقل عشان استدلوا بآيات النهي عن الاستغفار على تحريم الترحم؟ بس الشيخ بسام قال لنا ما تحبكوهاش يا جماعة، احنا هندعي بالرحمة بمعنى تخفيف العذاب. احنا بنقول ممكن نسترحم بمعنى نطلب التخفيف. الرحمة والمغفرة دي ألفاظ شرعية، الشرع هو اللي بين معناها، واحنا لازم نلتزم بالمعنى الشرعي اللي بينه الشرع. تاني حاجة ودي أهم حاجة، الدعاء ده عبادة، ما تدعيش على مزاجك، ما ينفعش تقول هدعي بكذا واقصد كذا. لا يا حبيبي، انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم دعا بايه للكفار وتدعو زيه. سمعت بيقول يا رب ارحم ابو طالب بعد ما ربنا نهى عن الاستغفار للمشركين؟ سمعت صحابي بيدعي الميت كافر من الوف الكفار اللي ماتوا؟ ما سمعتش. يبقى تقف عندك. وبعدين يا اخي، لما انتم عايزين تدعوا بتخفيف العذاب ما بتقولوش ليه اللهم خفف عذابه؟ صعبه. اظن انتم عارفين ليه ما بتقولوش اللهم خفف عذابه.
الراجل في المحاضرة التانية وهو بيرد عليا قال كلام مؤسف والله. ناس استدلوا بحديث تعاطس اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الترحم على الكافر الحي في الدنيا، فهو رد عليهم قال لهم ايه؟ في دليل عندهم انه اليهود كانوا يتعاطسوا ثم يقولون الحمد لله؟ لا ما قالوش، ما فيش في الحديث، خلاص الرسول بتعاطسوا مشان كلهم يرحمكم الله، ما قالهم مش وانا قلت لكم ليش ما قالهم مش ما حمدوش الله. طب تعالوا نسمعكم قال ايه في المحاضرة الاولى لما ناس سألوه عندك دليل ان النبي ترحم؟ كم قال لك ما استرحمش، انت عرفت انه ما استرحمش؟ وانت باقي واقف مع الصحابة ما كانوش يترحموا، كيف عرفت؟ يعني ناس قالوا له النبي والصحابة لم يترحموا فرد عليهم جايز ترحموا، هو انتوا كنتوا واقفين مع الصحابة؟ الحديث ما ذكرش انه لم يترحم. طب وانت كنت واقف مع النبي واليهود وسمعت انهم ما قالوش الحمد لله بعد ما عطسوا؟ يعني مرة بيقول ان عدم النقل لا يعني عدم القول، ومرة بيقول ان عدم النقل يعني عدم القول. يعني بيقول لك مين قال لك النبي والصحابة ما ترحموش؟ تقول له لو ترحموا كان الحديث ذكر الترحم، يقول لك لا مش شرط. وفي موضوع اليهود يقول لك واضح انهم ما قالوش الحمد لله، نقول له مين قال لك؟ يقول لنا لا، ما هو لو قالوا الحمد لله كان الحديث عرفنا انهم قالوا. كل اللي ذكرته في الحلقة يا جماعة ما يقولش انه راجل اجتهد فأخطأ، ده حد بيكابر وبيستدل على حجته البطلة بالتدليس والمغالطات المنطقية. محاضرتين مجموعهم 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص بيتبع فيها نفس الطريقة في فهم تأويل الآيات، تدليس واجتزاء وإخفاء ما لا يعجبه. والكارثة الأكبر هي إصرار الراجل على رد المحكمات بالمتشابهات في المسائل اللي بيطرحها، ياخد الآية المحكمة ويخالف المفسرين ويلوي أعناق الكلام يمين وشمال عشان يثبت إن كلامه صح وخلاص. وده المنهج اللي ربنا حذرنا منه في القرآن بقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني عشان يؤولوه بما يوافق مذاهبهم الباطلة. الناس اللي ممكن تعيب عليا بعض الشدة في الرد اسمعوا الشدة اللي بجد. أخ اسمه أحمد سيف رد على الشيخ بسام بمنتهى الأدب في منشور، فكان رد الشيخ بسام إنه يلمزه بأن حد بيمليه من المشايخ. اللي ردوا بهذا الكلام واضح إنهم استشاروا أهل العلم وقالوا لهم قولوا هيك. وهنا بيلمز بعض مخالفيه بأنهم مدلسين وأنهم إما ما عندهمش عقل وإما يخونوا الله ورسوله. هذا أنا بقول للناس هذا لا يأخذ عنه علم إطلاقا، حتى كأنه ما بفقهش، وما واحد من ثنين يا بفقهش يا إنه بخون، يخون الله ورسوله. أنت إيش معنى تدلس على الناس وإنت بترد؟ وهنا بيقول لهم بينافقوا الجماهير والجماهير بتنافقهم. بدهم ينافقوا للجماهير، بدهم ينافقوا للجماهير، أنا من جماهير والله، في جماهير بدهم تنافق لها في هيك وهيك. وهنا بيقول لهم اسهروا الليالي عشان ما تقعوش في التفاهة والسفاهة. الدين هو يتعامل معاه بهذه الطريقة، انت اسهر الليالي الطوال مشان تتأكد ما توقعش في التفاهة والسفاهة. هذا دين الله، مش انت قاعد بتشرح للناس كتاب لإنسان بشر ممكن تخطئ فيه. يا شيخ بسام اطلع اعتذر وتوب الى الله، والله ما تتحمل تقف بين يدي الله وانت بتفسر كلامه بالتدليس ده. توب إلى الله واعتذر عن التدليس على ابن عاشور وابن منظور وابو زهرة ومحمد رشيد رضا اللي بنيت حجتك على بتر كلامهم. واللي بيسمعوا بسام جرار، انتم المفروض عندكم عقل وكلام المفسرين موجود في كتبهم، ما تسمعوش للراجل ده تاني. القضية مش قصة زلة في مسألة، ده منهج فيه تدليس وضحك على الناس، وانتم شفتم بعينكم ان التفسير اللي استدل بيها كلها تمنع الترحم، وتقدروا تجيبوا الكتب وتتأكدوا. كتاب ربنا مش لعبة عشان يتفسر بالأهواء. تنبيه مهم، وصفت الشيخ بسام جرار بالشيخ في الفيديو لكبر سنه، مش إقرار مني إنه عالم، هذا الرجل لا يؤخذ منه علم. تنبيه أخير، دكتور إياد قنيبي أخطأ بحسن نية وقال المهندس حسام عبد العزيز، فبسام جرار قال ده مهندس مش متخصص، لا أنا معايا مؤهل في الدراسات الإسلامية يا شيخ بسام، ومش مجرد بكالوريوس ولا ليسانس، بس أنا مش جاي أقدم على شغل عندك، لما أقدم على شغل عندك هبقى أجيب لك السيرة الذاتية والشهادات إن شاء الله. السلام عليكم.